بس انتي كواليس بقى انضمامك للنادي الاهلي، يعني انضميتي للنادي الاهلي ازاي؟ كان كابتن علي هاشم هو اللي كان ماسك الفريق، فانا كنت المفروض اروح ارجع على سبورتنج علشان ده النادي، فانا كان ليا المفروض سنه كمان ان انا العب في سبورتنج. فكابتن علي كان عارفني من قبل ما اسافر اصلا امريكا، كان هو كان ماسك اسيستنت منتخب بتاعنا تحت 18، فكلم معايا ومع بابي وكده والايجنت بتاعي ان هو عايزني وعايزني اجي الاهلي ومش عارفه ايه وكده بس. فاتفق مع النادي سبورتنج واتفقوا مع بعض ووصلوا ان انا ممكن اتنقل يعني للنادي الاهلي. الدنيا كانت سهله يعني. الحمد لله. طيب اختك روان كان ليها دور في سفرك طبعا امريكا، خاصه ما هي موجوده هناك، كان ليها اي دور في ان انت تروحي الاهلي؟ كان ليها دور كبير قوي، هي اللي شجعتني. بابايا ما كانش موافق الاول علشان برضو يعني هم عايشين في اسكندريه، فاللي هو برضو انت كنت في امريكا وغربه وكده هتيجي برضه هتبقي بعيدة عننا، فلا خليكي. بس أختي قعدت تقنعه يعني إن هو لا ده أحسن لها، والنادي الأهلي يعني أي حد يتمنى إن هو يلعب في النادي الأهلي وكده، فاقتنع شوية، فاللي هو قال لي خلاص اعملي اللي أنت عايزاه. وأنا بقى كان من زمان وأنا صغيرة كان حلمي إن أنا ألعب في النادي الأهلي بصراحة، فما صدقت بقى إن هو وافق، فالمشوار كمل الحمد لله.